وتفقد رئيس مجلس الوزراء أيضا محطة مياه الشرب الجديدة بقرية الهنادي بشرق إسنا خلال جولته بمحافظة الأقصر. وحرص رئيس الوزراء خلال الجولة على متابعة عمليات اختبار عينات المياه بأحد المعامل الخاصة بفحص المياه والتأكد الدائم من نقائها وسلامتها، كما زار مبنى للفراتر واستمع لشرح حول مكونات لوحة التحكم الرئيسة، ثم شاهد من نقطة مشاهدة أحواض الترسيب، حيث استمع أيضا إلى شرح حول مراحل فلترة المياه.